جلاسي ممثل عن حزب الشعب السعيد، شعارنا اسماعيل. باسمي وباسم الحزب متاعي نحب نسلط اربع نقاط مهمه مش تنهض بتونس. معناها اول نقطه تطوير الاسطول البري. تو انتم تسالوا عليه معناها الاسطول البري برك نطوروه، ما نطوروش الاسطول الجوي، خاطر كي نطوروا الاسطول البري نوفروا برشا حاجات، معناها وفروا الأريحية للمواطن باش ينجم يخدم مرتاح، ونزيدوا نحيو الاكتظاظ في المحطات. باش نحيو الاكتظاظ في المحطات لازمنا نزيدوا نشريو معناها ونطوروا في النقل نتاعنا بجميع أنواعه وتحسين في الطرقات. ولازمنا زيادة وفما نقطة أخرى هامة هي التعليم. التعليم في تونس مبني على معناها طفل صغير يهز معناها كرتابة كبيرة وما فيهاش برشا معلومات. نحنا نحبوا نعملوا تعليم جديد، نغيروه من الابتدائي للثانوي، باش نعملوا الإدماج الكتابي والتطبيقي، باش كي نهار اخر طفل صغير يدخل يخدم يلقى روحه متكون من اللي هو صغير. وفما نقطة ثالثة هي السياحة. السياحة في تونس لازمها معناها تتطور بكل أنواعها. معناها فعنا السياحة الصحراوية اللي منسية معناها، وهي تنجم تكون معناها دخل باهي للخزينة التونسية، والنقطة الرابعة والأخيرة هي معناها تدعيم صغار الفلاحين وصغار البحارة. لازم نوفروا لهم معناها كيف القروضات، نسهلوا لهم في القروضات ونحن نقصوا لهم الانتيريس، خاطر اقتصاد تونس واقف معناها على الفلاحة والصيد البحري. باسمي وباسم حزبي معناها نحب نحبكم تصوتوني، ونعود نذكركم بجلاسي ممثل عن حزب الشعب السعيد رقم الحزب 1.